بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أقيم مساء اليوم الحفل الموحد التاسع لتكريم خريجي كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2012-2013. وأكد رئيس مجلس الأمة في كلمة له أمام الحفل أهمية التحلي بفضيلة التعلم والبحث والدراسة والمثابرة، مشيرا أن عملية تلقي العلم والمعرفة لا تنتهي بنيل الطالب شهادته الأكاديمية. أخواني أخواتي، أعرف تمام المعرفة ظروف سوق العمل في بلادنا، وأعرف كل عيوبه ومثالبه، أتلمسه يوميا من خلال كلام الناس، وأعرف أنه في حالات كثيرة لا يعمل المتخصص في مجال اختصاصه بسبب التكدس الوظيفي وسياسات التوظيف الريعية غير المدروسة والترهل في الجسد الإداري في العديد من قطاعات العمل. لكني أدعوكم إلى التفكير بشكل مغاير، إلى استغلال فترة الشباب والتوقد لاتخاذ الخطوة الأصعب، الجرأة في الاختيار، ألا يكون هدفكم فقط أن تكونوا رقما إضافيا في القطاع الحكومي العام المدخل بالآلاف من العاملين وبعضهم غير منتجين.